كابتن اسامه، يمكن من ضمن كلام الكابتن الخطيب اللي قاله، الجمهور فخور بيكم وعارف وشاهد على كل حاجه حصلت السنه دي، وياما فرحتوا الجمهور، وجمهوركم دلوقتي له حق عليكم انكم تفرحوه مره تانية. من ضمن كلامه برضه، وده دي كانت رساله لكل من ينتمي للنادي الاهلي، ارفع راسك لفوق، انت اهلاوي. كلمه الاهلي دي كلمه كبيره قوي قوي قوي، ما يحسش بيها غير كل من ينتمي للنادي الاهلي العظيم. الجمهور عارف الظروف اللي كانت محيطة بالفرقة السنة دي، بالتحديات الكبيرة، علشان كده انت بتزعل لما بتخسر او بتفقد بطولة، لكن زعل جمهور النادي الاهلي في الدوري ده مش هتلاقيه زي كل مرة ممكن تخسر فيها دوري. الزعل قليل شوي، ده راجع الرصيد الكبير للجيل ده واللعيبة ده، وخاصة السنة دي لهم رصيد كبير عند جمهور النادي الاهلي، تحديات كبيرة السنة دي. زي ما قال الكابتن محمود الخطيب، ارفع راسك، انت السنه دي محقق 4 بطولات، محقق رباعيه، قليل. النهارده لو عملت احصائيه في فرق العالم كلها، شوف مين النادي اللي حقق بطولات اكتر، ممكن تلاقي النادي الاهلي من ضمن الانديه على مستوى العالم اللي محقق 4 بطولات في موسم في تحدي كبير. انت النهارده مش شيء قليل لما بتاخد افريقيا مرتين، لما بتاخد سوبر افريقي، لما بتاخد ثالث عالم، لما بتاخد بطوله كاس مصر. يعني واحنا كنا في الاستوديو بتاع مباراه طلائع الجيش، كنا من هنا بنقول نتمنى الفريق ده يتعمل له احتفاليه كبيره، يحتفلوا بكم الانجاز الكبير اللي عملوه. النهارده كابتن محمود الخطيب قال لهم احنا قصرنا معاكم، ان احنا كنا بنخرج من بطوله لبطوله ثانيه، ما بنلحقش نفرح بيكم. صحيح، على ما اعتقد ممكن يكون في وقت قريب حسب ما هيحددوا ويشوفوا الظروف تسمح للناس كلها، بحيث انهم يكونوا موجودين، انهم يستحقوا الاحتفال ويحتفل بيهم جمهورهم. دايما لما بتخسر بطوله، هو ده بقى عظمة النادي الأهلي، عظمة جمهوره وعظمة جهازه ولاعيبته وكل ما ينتمي للنادي الأهلي. لما بتفقد بطولة، انت لا، انت بعد كده بتكتسح الأخضر واليابس وكل حاجة. صحيح. دايما بتذكر مباراة سان داونز، المباراة اللي خسرنا فيها وخرجنا من بطولة أفريقيا، وبعدها كانت بداية وانطلاق لبطولة بتاخدها مرتين لسوبر أفريقي اللي بتحتكر بطولة أفريقية. على ما أعتقد بطولة دوري المصري السنة دي وخسارة البطولة بعد 5 سنين أو 6 سنين الفريق ده والجيل ده بيحاول، على ما اعتقد هيكون في تحدي كبير. صحيح. ممكن ل5 6 سنين تاني او 7 سنين ممكن ترجع تحتكر بطوله الدوري مره اخرى، وده طبيعي، سنه الحياه انك انت بتهدى شويه علشان ترجع الانطلاقه الجديده ويبقى عندك دوافع كبيره. لكن عندك تحديات لسه ما زالت في الموسم، عندك كاس مصر، هرجع اكرر تاني، كاس مصر، عندك سوبر افريقيا، عندك سوبر مصري، عندك كاس عالم أندية. اللي قبلوا النادي الأهلي في بطولة الدوري استحالة يقبلوا في بطولة كاس مصر. التهريج اللي حصل في بطولة الدوري من ضغط مباريات وكل 48 ساعة تلاقي مباراة، استحالة يقبل بيه في كاس مصر. كاس مصر اللي هيجي بعد مباراة الجابون، وهنشوف في 9 مباريات ممكن اتحاد الكرة يضغط جدول المباراة عشان تخلص كاس مصر. انت كاس مصر مش مضمون انك ممكن توصل المباراه النهائيه، ده كوره في الاخر. لكن النهارده تعمل اللي عليك، مش هيقبل النادي الاهلي يتحط جدول زي ما احنا شفنا قبل كده. صحيح. خاصه انت هتخرج من كاس مصر، عندك سوبر افريقي، عندك سوبر مصري كان هيتلعب في 1/7 1/7 وبعد كده تم تاجيل 1/7 علشان كان وقتها النادي الاهلي فايق، فانت حرمته من بطوله. صحيح. فبعد كده رحت مأجله لأجل غير مسمى. النادي الأهلي زي ما بقول وبأكد على الكلمة دي، مش هيقبل باللي حصل قبل كده. صحيح. لكن النهاردة عندك دوافع كبيرة. جمهور النادي الأهلي زي ما بقول وأكد يا كابتن أيمن، مش زعلان من خسارة الدوري. كانت بطولة في المتناول، وهرجع وأقول كانت بطولة سهلة. دي من أسهل البطولات اللي كنت ممكن تحقق. لكن عندك النهاردة كم ضغط المباريات، هي الفكرة مش ضغط بدني بس أو إرهاق بدني بس، أنت الإرهاق الذهني النهاردة من كم التفكير في كل بطولة داخل، في كل بطولة عندك تحدي فيها. صحيح. برضو بيأثر طبعا طبعا. فالنهاردة علشان تدخل الموسم الجديد، ازاي اللعيبة دي تقدر تريحها، خاصة انت عندك تلاحم في المواسم، ما عندكش راحة. لعيبة منتخب مصر العدد الأكبر منها من لعيبة النادي الأهلي. صحيح. النهاردة كابتن محمود الخطيب ده درس النهاردة في الإدارة. في النهاردة وانت بتخسر بطولة، ازاي بتدعم لعيبتك، ازاي بتساندها، ازاي بتوصل لها ان احنا في ظهركم كاداره، احنا في ظهركم كجمهور. علشان انت النهارده بتخسر بطوله الدوري، علشان بعد كده محتاجين ناخد كل البطولات.